عبد الله، نذهب لزميلتنا من بيروت ماري سالم، محللة مالية بالشرق للأخبار. مرحبا ماري. أحد أهم القطاعات التي ننتظر نتائجها هو قطاع وشركات البتروكيماويات، نتائج الربع الرابع من العام 2023. التوقعات تذهب بانخفاض أرباح الشركات في الربع الرابع بنحو 4% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. إلى أين تتجه شركات البتروكيماويات بصورة أكبر، ربما قطاع المواد الأساسية برأيك؟ مساء الخير سحر، ويعطيك ألف عافية. يعني فعلا أداء الأسواق يمكن بيعكس شوي اتجاه أو توقعات المستثمرين فيما يتعلق بأداء القطاعات بشكل عام. وإذا بنطلع نحن على قطاع المواد الأساسية وتحديدا يمكن أسهم البتروكيماويات، هنلاقي أنه منذ بداية العام في عنا تراجعات قوية عم بتكون على هذا القطاع وعلى الشركات المدرجة فيه. فبالتالي المستثمرين منهم كتير متفائلين فيما يتعلق بنتائج 2023، خاصة أنه في عنا ضغوطات عم تكون قوية فيما يتعلق بهوامش الربح تبع هذه الشركات. يعني بنحكي عن أسعار القيمة اللي هي عم ترتفع، بنحكي عن أسعار حتى الكيماويات اللي هي بمكان معين بتكون أساسيات لهذه الشركات، فبالتالي كمان بتضغط على هوامش الربح بالوقت يلي حتى الطلب ما بيكون بنفس الزخم. يعني عم بيصير في عنا نوع من عدم توازن فيما يتعلق بالمواد تبع هذه الشركات، وهو اللي عم بيضغط بشكل كتير أساسي على هوامش الربح تبع الشركات، وهو اللي خلى التقديرات او التقييمات تقول انه في حيكون تراجع ب 4% او حتى ممكن تكون اكثر النسب حسب الشركات. يعني بشكل عام على هذا القطاع، نحن اليوم عم نطلع على اداء القطاع تبع المواد الاساسيه، اذا بناخذه على مدار السنوات حنلاقي انه من اعلى قمه وصل له بال 2022 في تراجع لحديت اليوم بحدود 30% اذا مش اكثر على اسهم هذا القطاع. بالفترة الأخيرة كنا عم نشهد بعض الزخم على مؤشر تاسي بشكل عام، ولكن ما كانت عم بتكون على القطاع تبع المواد الأساسية، وقطاع المواد الأساسية يمكن هو يلي عم بيمنع المؤشر من الارتفاع لمستويات أعلى، لأنه إذا بنطلع على نسب هذه الشركات ضمن المؤشر بتشكل تاني أعلى نسبة يلي هي تقريبا بحدود 14-15% من المؤشر، والشركات اللي موجودة فيها شركات تعد قيادية بالسوق السعودي، يعني في اتكال كبير عليها وفي منا كتير حتى بتشكل نسبة كبيرة بالمؤشرات العالمية. يعني وقت اللي بيجوا صناديق الاستثمار لحتى يتمركزوا في نسبة معينة مجبورين انه يكونوا هن متمركزين فيها، وهي مرات بتضغط على صناديق الاستثمار على المستثمرين الاجنبيين والشهية اللي موجودة عندهم، وبالنتيجة كمان على اسواق المال. التوقعات إذا بدنا نقول كتوقعات محللين للفترة المقبلة بالنسبة للأسعار ضمن الأسواق هي توقعات إيجابية، يعني منا هذه التوقعات السلبية نقول إنه حيكون في تراجع. في تباين أكيد، في منهم بيقولوا لك إنه بيوصوا بالشراء بالحفاظ على الكمية الموجودة غير بالبيع، ولكن نسبة المحللين اللي بيوصوا بالبيع هي بس فقط 15% من النسبة ككل. ونحن هون عم نحكي على تغطية ل 46 شركة، من ضمنهم أكيد شركات البتروكيماويات. ولكن إذا بنركز أكثر ضمن هذا القطاع، مثلا في عنا معادن التوصيات عليها بتقول انه حيكون في تراجع لنهايه العام. نحن مع الارتفاعات اللي شفناها بعض بيوت الخبره والابحاث تنظر لهذه الشركات كاوفر فاليود، كانت بمرحله من المراحل، واللي عم بيصير حاليا هو نوع من تصحيح. كرمال هيك النظره المستقبليه طويله الامد بنلاقيها ايجابيه، يعني بنلاقي انه حيكون في نمو عليها، خاصه وتيره التعاملات بقلب السوق تدفع هذه المؤشرات من بعد هذا التراجع او التصحيح يلي نحن عم نشوفه والتسعير المناسب بناء على البيانات اللي بدها تصدر، بنصير نرجع بنشوف من بعدها التداولات او الاداء الصحي والعادل لهذه الاسهم وهذا القطاع، وبنشوف من بعدها كيف ممكن تكون تقييمات لنهايه العام من بعد ما نكون اخذنا بعين الاعتبار كل التغيرات والتسعيرات. نعم ماري. اللي فرضت حالها بالموقع الحالي على هذه الشركات. مرحبا بك ماري. افهم من كلامك ان اليوم السيوله الخارجه والسالبه لقطاع المواد الاساسيه وخصوصا على قطاع البتروكيميكال، نتحدث عن اكثر من 400 مليون ريال خرجت اليوم حتى هذه اللحظه، قيم التداول حول هذا القطاع تصل الى 1.6 مليار ريال. افهم من كلامك ان هذا الامر فقط هو مؤقت، ومن ثم سيكون هناك عوده للتمركز حول هذا القطاع؟
عبد الله، وقت اللي بيصير في عنا تقييمات عادلة بقلب الأسواق، ونحن هلأ بمرحلة إعلان نتائج، يعني الكل صار عنده قلق من النتائج اللي بدها تصدر من قبل الشركات تبع البتروكيميكلز بالسوق السعودي، فبتلاقي المستثمرين حيتخارجوا منها يستثمروا بقطاعات أخرى ممكن تكون نتائجها أفضل. بتخلص فترة النتائج توضح الصورة بالنسبة للمستثمرين فيما يتعلق بالبيانات المالية، فيما يتعلق بالمخصصات تبع هذه الشركات، في التوقعات للفترة المستقبلية، حتى الكاش فلو تبع هذه الشركات حيأثر على شهية المستثمرين. من بعدها حنرجع نلاقي التقييمات صارت عادلة بالنسبة للأسواق، وبترجع بتلاقي من بعدها مراجعات من قبل شركات الأبحاث وحتى بيوت الخبرة فيما يتعلق بالقطاعات بشكل عام. فقطاع البتروكيميكلز من بعد الضغوط كلها يلي شهدها وصل لمستويات، يعني صار فينا نقول تقييماته أو تسعيراته صارت قريبة من ما هو واقعي بالنسبة للأسواق وللوضع الراهن اللي تمر به الأسواق. فبالتالي من المتوقع أن نرجع نشوف انتعاش بهذا القطاع، مش الارتفاعات القوية، ولكن نرجع نشوف الزخم تبع الانفلوز من قبل المستثمرين وتمركزهم لفترات أطول. بس ضروري أنه يكون صارت الصورة واضحة بالنسبة للمستثمرين، والاتجاه والأسعار صارت شوي برايست إن أكثر ضمن البيانات تبع هذه الشركات والتوقعات المستقبلية. شكرا ماري على هذا الشرح المفصل. نذهب بنفس هذه النقاط لضيفنا. أشكرك ماري سالم، محللة مالية بالشرق الأخبار، كنت معنا من بيروت. شكرا.